مكناس في المغرب كان لنا فرصة ان احنا نتقابل مع ميسيو مايكل الحاج المدير الاقليمي لمنظمة الزراعة والاغذية الفاو في المغرب. اهلا بحضرتك. شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا. من فضلك احنا عندنا حضرتك فجرت جوه في المؤتمر مشكلة كبيرة جدا بتشمل العالم العربي كله، وانتم منظمة الزراعة والاغذية. احنا عندنا في العالم العربي ننتج زراعة لكن نهدر منها ما يفوق من 30 الى 40%. ما هي البرامج التي تخصصها الفاو لتقليص هذا الفاقد وتحويله الى قيمة اقتصادية للمنتج والمستهلك في نفس الوقت؟ المشكلة التي تفضلت وذكرتها هي مشكلة قد تبين لنا أنه لا بد أن نعمل سويا مع الحكومات في المنطقة بغية التقليص إلى أكبر قدر ممكن من الهدر في المنتجات الزراعية. ولقد نظمت منظمة الأغذية والزراعة بإقليمها بمكتبها الإقليمي للشرق الأدنى في عمان في الأيام الماضية اجتماعا هاما ورشة عمل إقليمية مهمة للبحث في هذه الأمور، وهنالك عدد من البرامج التعاون التقني ما بين المنظمة ودول المنطقة ولا سيما مصر للعمل سويا لإيجاد الحلول المناسبة في كل بلد طبقا لاحتياجات المزارعين فيه. المزارعين المصريين السنة دي بالذات ألقوا ب60% من محصول الفواكه في القمامة لم يستفاد منها أبدا. كيف يمكن للفاو تقديم برامج لمساعدة مصر على تحويل فواقد الفاكهة بالذات إلى منتجات غذائية أخرى زي عصير أو لب العصير لتصديره والاستفادة منه؟ أولا أنا آسف لسماع الأنباء عن الفقدان الكبير، وأود أن أتوجه بالطلب لحضرتك للتوجه بدورك إلى المسؤولين بالفاو في المكتب بالقاهرة، لأن ليس لدي معلومات دقيقة حول هذه الحالة التي تفضلت ووصفتها. إنما بصورة عامة يمكن العمل على الاستفادة من المحصول الزراعي عبر تصنيعه والقيمة المضافة، ذلك من شأنه أن يخلق فرص عمل وزيادة مدخول المزارعين وسكان المناطق الريفية.